مرحبا أصدقائي، رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن أمرين. أول شيء عندي ماكينة CNC 3040، القياس 3040. بدي أعمل تحديث للسبندل. عندي هذا السبندل، بدي أعمل له تحديث محرك أكبر. والخطوة الثانية إنه بدي أوصل السبندل دايركت مع البوردة، الماك دراي، إنه أوامر التشغيل والسرعات يعني تيجي دايركت من البوردة للسبندل. لكن هون عندي كان توصيل خارجي او مانويل، كنت اقوم بزيادة او نقصان السرعة. السبندل اللي كان عندي على الماكينة راكب هو هذا، هو كان 48 فولت 300 وات و 12000 دورة في الدقيقة و 12000 RPM. هذا كان 48 فولت. انا جبت محرك اكبر من خلال امازون، اشتريت على موقع امازون. أول شيء جاي مع الورقة مثل التعليمات، بعدين على هذا الشكل جاي مع كابل للتوصيل المحرك أو توصيل الباور سبلاي مع الكهرباء، ثم جاي مع الكارت، جاي مع تثبيت أو حامل السبندل، جاي تثبيت أو أقلام التفريز، جاي مع مفتاح الشد، هون جاي مع هدول تشيكات او توصيل الكبولة. هون في عنا جاي مع كمدات او اقلام تفريز، ريش تفريز، هون البراغي، هون السبندل. السبندل هون، او خليني احطه على الطرف. السبندل هون جاي 100 فولت، الثاني هذا كان 48 فولت، هذا جاي 100 فولت، هون 300 وات، هون 500 وات، بهذا الشكل جاي، يعني الفرق كبير بيناتهم. بعدين باور سبلاي، والمكتوب كاتب الماكسيمو 500 وات، وعندنا 100 فولت. التوصيل راح يكون على شكل تالي. هون مفتاح التحكم بالسرعة، التحكم بالسرعة على هذا الشكل راح يجي. في نقطة لازم تنتبه عليها قبل ما توصل. هون عندك عطينا التيار اللي عندك اللي جاي، تيار عندك 220 فولت ولا 110 فولت. هون محطوط عندي على 220 فولت، هذا اللي هون. هون عندنا التوصيلات، هون عندنا هذا الخاص موصول مشان هون المفتاح، او بدك تحولها على تحولها على البوردة. هون كمان الاوتبوت والانبوت، هون خاص بالمحرك، هون خاص بدخل التيار. المحرك اعطيني اول واحد هون زائد، الثاني ناقص. الاحمر طبعا هو زائد، والاسود هو الناقص. نحتاج الى وصل للتيار الكهربائي. عندي هون الازرق هو الزائد والاسود هو الناقص، راح نشوف عليه. الزائد اول واحد والاسود هو الناقص. هلا راح نقوم بالتشغيل، راح نوصل التيار الكهربائي. مثل ما تلاحظوا التيار الكهربائي وصل، اشتغل الضوء. هلا راح نقوم بتشغيل المحرك. جيب المفتاح هيك، نحن وصلنا المحرك. المحرك هو الموصول، قلنا بان التوصيله للبورد الماك دراي او الماك دراي. البورد الماك دراي او الماك دراي عندي على هذا الشكل. هون في عندنا كاتبين
في عنا الزائد والناقص من 0 لـ10 فولت. هون الزائد، هذا الطرف الزائد، هون الناقص. راح تتم توصيله بطريقتين او على اكثر كمان. الزائد، الزائد راح يجي عنا على المأخذ، هون على المأخذ هون 10 فولت، 10 فولت. والناقص راح يجي لهون، راح يجي على الطرف الارضي، هذا الناقص. او في كمان بتوصل الزائد اللي كان جاي لهون بتوصله لأول مدخل، والأرضي أو الأسود الناقص توصله هون كمان نفسه مثل أولي، ناقص ضل هون. وبتجيب من هذا المفتاح الأحمر، المفتاح الأحمر توصله للعشرة فولت، هو راح يكون للعشرة فولت، والأسود توصله على طرف الناقص. يا أما توصله هيك أو توصله هيك. فهي كانت إنه السبيند اللي عندي كان 48 فولت و300 واط، هذا 100 فولت و500 واط، فالفرق كبير بيناتهم من حيث القوة.